حتى يعني في مسألة العتاب المستمر والكلام ده يعني يعني متن أخذته بنزول كنت كان نفسي أخذه بعلوم لكن حدثتني أمي عن أبي رحمه الله. شوف نزلت أنا درجة ها؟ كان المفروض أخذه عن أبوي على طول بس أبوي الله يرحمه يعني توفي وأنا في تالت أعدادي يعني كان لسه إيه الواحد ما عنديش المعاني ولا الكلام. بقول لك كان في راجل متجوز اثنين والراجل ده كان عادل جدا تصيب شباب. المهم ربنا سبحانه وتعالى كده قصدي ما ماتوا في يوم واحد هما الاثنين حظوظ الاثنين ماتوا في يوم واحد. الراجل بقى قال لك ايه طيب انا عايز ابقى عادل لاخر درجه. البيت معروف انه له باب واحد وهو لو طلع نعش قبل الثاني يبقى فضل النعش الاولاني فلازم النعشين يطلعوا ورا بعض علشان ايه؟ عشان يبقى عادل بقى لحد اخر لحظه. فيفكر يفكر المهم هذا تفكيره انه يهد جدار اوضه ها من الاوضه اللي على الشارع على طول جنب الباب الرئيسي على طول عشان النعشين يطلعوا مع بعض. المهم عمل المسألة وهد الجدار وطلع النعشين قبال بعض المهم ايه ودفنهم والحمد لله خلاص. قامت اللي طلعت من الجدار المهدود جات له في المنام قالت له بقى تطلعها من الباب الرئيسي وتطلعنا انا من الباب المهدود ها يعني مفيش فايده يعني شوف حتى ها بيتعذبوا حتى بعد ما ايه حتى بعد ما اتدفنت كمان.